تنطلق غدا بالعاصمة الإدارية الجديدة الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية لعام 2024 تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي. تأتي الاجتماعات في ضوء حرص الدولة المصرية على دعم ومساندة جهود مختلف المؤسسات والهيئات المالية العربية لتحقيق رسالتها التنموية ودعم العمل العربي المشترك وتعزيز جهود التنمية في مختلف الدول العربية. وتعد تلك الاجتماعات منصة موحدة للمؤسسات المالية العربية لمناقشة أبرز القضايا والموضوعات المالية والاقتصادية والتنموية على المستويين الإقليمي والعالمي.